بارزان بینرانی خوشویست استاش و تاری بارز دکتر مسلم مصطفى سروشی زنکوی سوران لدانشتینی دست بیچی هم کربان دا پیشکش دکید با بارزان بفرمید دو سپاس بیانیتان باش معالی وزیر الداخلیه فی حکومت اقلیم کردستان استاد ریبر احمد المحترم معالی وزیر و ممثل المکون المسیحی فی کردستان استاد آنو جوهر معالی السفیر استاد مالک ندیم أمين العام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في نيويورك السيدات والسادة السفراء والسياسيين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني والإعلاميين أحييكم وأرحب بحضراتكم كل حسب مقامه في مؤتمرنا الدولي الأول لفاكولتي القانون والعلوم السياسية في جامعة سوران والذي ينعقد اليوم تحت عنوان السلام والحوار في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا. لا تخفى على حضراتكم أهمية هذه المنطقة الحساسة جدا في العالم، وإذا ما أصبح السلام والحوار في هذه المنطقة أداة لحل النزاعات والاختلافات فلا شك أنه سينعكس إيجابا على سلام العالم ونموه بشكل ملموس. هذه المنطقة مهد لكثير من الحضارات الإنسانية العظيمة وبوابة من بوابات السلام ولبنة من لبنات التقدم والتعايش المدني. وإذا أمعنا النظر في الثروات الطبيعية ومختلف الأجناس والأديان والثقافات في المنطقة وقارناها بكل هذا الدمار والتشرد والحروب التي اندلعت فيها نصل إلى أنه لا بد من التفكير بجدية في كيفية الخروج من دائرة الصراعات المدمرة والبحث الحثيث عن السبيل الأمثل الذي سيغير مسيرة الحياة السياسية والاجتماعية لهذه المنطقة بشكل ينسجم مع نموها وثروتها الغنية. ومساهمة منا في الوصول إلى هذا الهدف النبيل قمنا بعقد هذا المؤتمر واستضفنا فيها شخصيات متميزة ليناقشوا جملة من المعوقات والعقبات التي تقف عائقا للنمو والسلام والحوار في هذه المنطقة بهدف الوصول إلى معالجات صحيحة وناجحة. وفي الختام أرجو أن يكون هذا المؤتمر باكورة التجمع الأكاديمي للباحثين عن السلام والتعايش والحوار ليشاركوا في بدورهم في التقليل مما تواجهه المجتمعات في هذه المنطقة من عقبات بهذا الخصوص ووضع الخطط والبرامج النافعة لتكون برمجيات مرئية للحكومات. كم كنت آمل أن يعقد هذا المؤتمر في كردستان ومن مدينة سوران كي يرى ضيوفنا الكرام جمال وطننا الخلاب وصور التعايش بين الأديان والأجناس المختلفة والذي يعكس قمة التفاهم والحوار بين مكونات المجتمع المتنوعة والمتقدمة. أرجو من الله تعالى أن يحفظكم جميعا من جائحة كورونا ويبعد عنكم كل الأمراض والأوبئة وينعم عليكم بالأمن والسلام ونلتقي بمشيئة الله معا في المؤتمر القادم في جو مفعم بالأمن والأمان. شكرا لمشاركتكم في هذا المؤتمر وراجيا لكم الموفقية. زور سباس بريس روشي زانكو. Dears, the Soran University president in his remarks emphasized on the issues of the region and how a fruitful and rich region can, you know, has so much to give, and hopefully through this forum, dialogue and fruitful discussions between academics and politicians can be an opening for more dialogue and also for planning towards serving the governments and through governments its people.